كيف هالجو اليوم معك يا هيثم؟ حرارة كثير كثير، يعني أنا في الطريق اليوم الشمس يعني شوي حرقتني. والله تحكيش اليوم بالذات عن الشرب، انا طول ما انا واقف في السياره استنى السياره لما الراس حسيته بدي يغني، الشمس مش ملاقيه مكان غير راس كثير التصفيه، كثير الرطوبة عالية، حتى الواحد صار لما بده يطلع ويتنقل يعني بده دش متنقل عن قبل ما جد والله بده دش متنقل والله ماشي هيك معاه. صحيح حتى وانا جايه انا وعلا اليوم بالسياره السواق ما رضيش يشغل المكيف، بقول لك بسحب بنزين صلاه النبي يعني طب ليش؟ بعرفش، يعني ايش دخل او مش ايش دخل التكييف في البنزين؟ يعني الموضوع عادي في النهاية تكييف. يمكن بقول لك الفلوس اللي احنا دافعينها الاجار بشملش لتشغيل لا لا المكيفات. ما لوش دخل، لازم يتعاطوا بشكل منطقي اكثر مع الركاب او مع الناس اللي حيتنقلوا معاهم في السيارات كسائقين بالتحديد. والله هو شوب شوب تكييف من غير تكييف حتطلع برا حتصير بس اليوم مية اسمع تنزل ادفى من امبارح. ها كثير انا اليوم ما لبست الجاكيتات. لا لا مش عارف والله، صار واحد يهمل هم لما بيتنقل بيتحرك. وانا كمان كثير برضو اليوم شعرت بالشوب وارتفاع عالي بدرجة الحرارة، يعني بدور على اي مكان في ظل حتى دار فيه واتخبى فيه، في الشارع صعب الواحد يمشي في هيك جو. واحنا عارف عشان البحر قريب علينا تحس هي الرطوبة بتحس الواحد بهش بدبق اي شيء بتلزق فيه. مزبوط مزبوط، مش عارف والله، حتى الواحد صار حتى مش عقد الشوب وبس، المواصلات بشكل عام والتنقل طلع من البيت بالتحديد صار الواحد يهمل هم كثير، غير انه شوب وحر، حتى برضه الواحد عشان وضعه اعاقته شيء زي هيك يمكن المواصلات بتاثر عليه، او فكره المواصلات بتاثر بشكل كبير على الموضوع، فالواحد صار يهمل هم كثير لما بده يطلع ينزل من البيت. واحنا كمان الاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه صعب كثير بالنسبه لنا تنقل من مكان لمكان في هذا الحر، ولانه كمان كثير من الناس وسائقين الخط ما بيعرفوا لغه الاشاره. إذا ضحكة على الشوب كمان وعلى مواصلات، قسما بالله في أيام بتكون كرهان حالك إنك طالع. صحيح. بصير بده يحط اثنين جنبك. مزبوط. بيجي بيحكي لي تعال اقعد قدام الرحلة، لا يا عمي بدي اقعد ورا. عشان كمان الشمس ما تكسرش على الشباك، بس تعال اقعد قدام. بجي بقعد قدام بدي أضبط الكرسي برضاش. يا دوب فيش ماشين 2 متر بصير بده يحط واحد جنبي، طب أنت ملزق وفيش حدا جنبك. كيف لما نحط حدا جنبك؟ هي مشكلة المواصلات عن جد الكل بيعاني منها، حتى مش انه بس الاشخاص ذوي الاعاقة، صف الناس اللي بدون اعاقة كمان بالشكل العام. يعني لما بتكون في ازمة مواصلات وقعد لك 4 5 في المقعد صحيح اللي فيه عشان ياخذ فلوس الزيادة واثنين قدام ومش عارف ايش وبتكاش بلاش، فمشكلة عن جد. بس عارفة اقول لكم على تجربتي كمان، انه مش بس الاعاقة السمعية السائقين بيعرفوش لغة الاشارة، كمان الاعاقة البصرية بعض السائقين بيخدعوك بالعملة النقدية. بالزبط. يعني لما تيجي تقول له انا بعطيك 10 شيكل اخصم 3 برجع لك 5، او اذا كانت خصوصا اذا كانت العملة ورقية مش معدنية. هاي الاشي انا لمسته عندي وعند الاشخاص اللي عندهم اعاقة بصرية كلية. بس على فكرة التكنولوجيا كمان ساعدتنا يا شباب، في تطبيق على الاب ستور اسمه قارئ العملات، هذا كتير بيساعدنا نقرأ الميت شيكل او الميتين شيكل عن طريق هذا البرنامج انه ما يغشني هذا السائق. ماشي، طبعا بس انا بخصص ما بعمم مش كل السائق. انا فاهم فاهم فاهمين، لا هو في النهاية بنحكيش انه كل السائقين، كلامك صحيح، بس يمكن التطبيقات مش الكل بيقدر يستخدمها، بس في النهاية بنحكي في أدبيات احنا بالشكل العام وبنحكي على واقع. صح. حتى برضو العبء مش على السائقين نفسهم، يعني على طبيعة السيارة نفسها، حتى السيارات كمان كأشخاص ذوي إعاقة حركية. يمكن وردة حكت عن تجربتها، يعني انا بديش انه السيارات كلها تكون موائمة 100%، بس برضه يمكن الواحد لما يطلب الكرسي الامامي السواق يستوعبه، ممكن لما بده يقعد ما يجيبش حدا جنبه شيء زي هيك، بس بالشكل العام يعني في ازمه في المواصلات فيما يخص مثلا الكراسي المتحركه زي ما حكت علا، الاعاقات السمعيه وإشي زي هيك. وانا كمان كثير بواجه صعوبه في المواصلات، بواجه صعوبه في عدم معرفه السائقين زي ما قلت، ومعرفه السائقين في المرور، في اني بدي اروح على مكان معين وعلى مدينه معينه بواجه كثير صعوبه، الامر مش سهل بالنسبه لنا كاشخاص. وكمان يعني السائقين بيعتبروا انهم ما بيعرفوش لغه اشاره، فخلص بحاولوا يختصروا المكان، ما بوصلونا المكان اللي بدنا اياه. والله هذا مشكله بالشكل العام، يعني مش عارف، مع انه صار حملات اكثر من مره في عندنا في قطاع غزه بالتحديد،
انه توعيه بخصوص المواصلات التنقل، وطرحنا على اكثر من مكتب من المكاتب العامه، انا ما بحكيش على المواصلات اللي هي زي بنحكيها بالعاميه مواصلات الخط او العاديه، انه مش شرط مثلا سياره مو اماميه في المية، بس انه لو جبنا سياره واسعه شوي وفهمنا السائق مثلا ادبيات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه او شيء زي هيك، مثلا فيما يخص انه الاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه اللي بالكراسي المتحركه مثلا معظمهم بياخذوا سيارات تكاسي او طلب وشيء زي هيك، فاحنا لو خصصنا سياره في كل مكتب فهمنا السائق انه مثلا اساسيات لغه الاشاره، ادبيات التعامل، كيف ينقل الكرسي. المفروض هذه من خلال مدارس السياقه، يعني يعطوهم جنب الاشارات، يعطوهم كتيب صغير مكتوب فيه ادبيات التعامل صحيح. مع ذوي الاعاقه، جزء من الاشاره انه المناطق مثلا. هم بتعرفوا في المدارس بس بعطوهم اللي هي اشاره الكرسي المتحرك وانه هي. طب ما هو شايف انه الكرسي المتحرك مش محتاج انه يعني فلسفه مش عارف. حتى انا يعني عارف ناجي متذكر مره الرحله اللي رحنا فيها ومن ضمن المبادره رحنا على وزاره النقل والمواصلات صحيح. انا في كلمه لليوم بترن في راسي يوم ما حكى انه احنا سكرنا الرمبات اللي على الشوارع عشان الفزب ما تعديش صحيح. فيعني الموضوع بحس انه مرات مش لازم يجوا من السواقين، لازم يجوا من الناس اللي فوق السواقين، الناس اللي بتعمل اصحاب القرار، لانه عارف يعني في سواقين بتطلع معهم بقول لك لا والله في شبع كرسي متحرك بدي ارجع اخذه صحيح، بس في ناس ثانيه بيكون فاضي وقايله ساعه بلف فيك عشان ادور على راكب وبلاقي شبع كرسي متحرك بوقفش معه كذا ولا برضه بقول لك انا لسه بدي اقعد وانا واذا اخذوه بحمله 100 جميله 100 جميله انه انا خدتك انا 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 يعني احنا دائما بننادي في الموائم وشي زي هيك، بس انا على الصعيد الشخصي الموائمه في المواصلات مش فيزيائيه بالمعنى الحقيقي، لا هي ادبيه واخلاقيه وثقافه صحيح، هي ثقافه يعني. عارف احيانا بقول لك طب انا ليش اوائم سيارتي، انا بقترح انه يوائم الكرسي الامامي فقط ويخسر من الضريبه اللي بدفعها السائق، هي مش موائمه كرسي، لو رجع الكرسي بصير الكرسي متاح. طب انا احكي لك ايش قصه، انا كنت بدي اعمل رخصه السواقه تمام ورحت دور وين في مكاتب، فيش غير مكتب واحد مدرسه واحده في غزه. طب انا عملت الرخصه، عملت الابلكيشن وصفت انه انا مكان ساكن في خان يونس وبروح من الشغل بكون مستوي بدي اروح على خان يونس، بدي اقعد كمان السنه ساعتين في غزه، ما دورتش على الابلكيشن، يمكن سبته خمس ست سنين، سمعت انه في مدرسه في خان يونس عندها سيارات موائمه، رحت السياره اللي عنده هي مش فعليا مش موائمه بالضبط، بس خلاني اقعد عليها، قعدت عليها والامور تمام 100%، ولكن حسب الشروط لما رحت على العيادة عشان أعمل الفحص حكالوا لا لازم في شروط للسيارة 1 2 3. إيش هي الشروط يعني؟ الشروط في يعني أول إشي الدعسات تبعون البريك والهذا بدهم يكونوا فوق هاي بالضبط، أو بدهم يكونوا على الستيرينج معي صحيح. بالإيد يعني تحكم ولازم يكون الكرسي عالي عشان أنا أكون شايف آخر السيارة. فعليا أنا لما أخذت في المدرسة في خان يونس أنا أخذت الرخصة نعم وعلى وانه السياره بقول لك 50% موائمه مش على الشروط اللي ايش الوزاره كانت مش بروفيشنال صحيح. طب انت الوزاره حاطه شروط تبعيهم هذا رقم واحد بالضبط، يعني الموضوع محتاج متابعه بشكل حط في كل مدرسه سياره واحده موائمه. ليش شاب من رفح يكون هو حابب انه يعني يسوق؟ يمكن هذا يفتح له فرصه عمل صحيح. ليش يضطر يروح على غزه والله يعلم يعني اذا معاه مواصل اذا معاه مواصل ليش يروح على غزه عشان ياخذ التدريب؟ يعني حكيت في نقطه مش عارف اذا بدي اسال علا على موضوع انه تفتح فرصه عمل او شيء زي هيك، امبارح شفت شاب في صور منتشره في الانترنت انه نفس السائق من ذوي الاعاقه السمعيه ماخذ رخصه اظن في رفح اعتقد في رفح مش عارف صحيح. احكي لي كيف الموضوع بده يكون الصم كلهم عندهم رغبه ويعني وذوي الاعاقه السمعيه غالبيتهم بحبوا يتعلموا قياده السيارات وبيعرفوا انه قياده السياره بتعتمد بشكل كبير على بتعتمد بشكل كبير على النظر على الرؤية ما بيعيقهم كون لكن السمع مش أساسي فيها يا علا صح مظبوط. طب الناس مش طبعا مش كلهم مش لازم لغة إشارة يعني ممكن أنا أهم شيء مواصل أحكي لهم المنطقة كذا أهم شيء أنا بشوف إنه 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 النظر النظر هو مهم جدا صحيح بيعتمد بشكل كبير على النظر. عارف يا ناجي عشان انت بتحكي على السمع والنظر، في اذا بتتذكر يا ورده في المبادره
اللي حطوا في عند كل كراج اسماء المدن باشارات. صحيح. آه جميل. تمام. وبعدين بكل سهوله انا في اماكن ما بقدر اروحها، يعني حتى انا وما عندي اعاقه سمعيه او ما عندي اعاقه بصريه بكون معايا ورا بحكي له بالله لو سمحت انا بدي انزل على المكان الفلاني. صحيح. فبصفي انحلت. حتى اليوم ما بعرف موضوع الاعاقه البصريه، يمكن يا ورده يكون عندك انت راي اكثر، بس اليوم كمان التكنولوجيا والجي بي اس يا جماعه والله حل كثير حاجات. صحيح. انا بقول لك عن تجربه زميلتي في السعوديه لها سائق خاص فيها، تمام؟ طبعا السائق الجديد بالنسبه له على الجي بي اس بتكتب اسم اللوكيشن اللي هي رايحه له وبتعطيه للسائق. وهي في تطبيقات بكل سهوله بتصل للمكان اللي هي وصلها. لا هذا في برضه تطبيقات انتشرت الفتره الاخيره. زي كريم. صحيح. بس الانترنت عندنا بيساعدش كثير تبحث عن المواقع. احنا عادي الانترنت اللي عندنا على قدنا زي ما بقولوا. بس اكمل قصه الاعاقه السمعيه في الدول الاخرى. امبارح كنت بسال عن طريق برنامج الواتساب زميلاتي، بيقولوا لي انه الاعاقه السمعيه كثير منهم بيشتغلوا سواقين، تمام؟ بحكي لك انتشرت هذا، شفت صور يعني الشباب. احنا في غزه استغربنا انه اعاقه سمعيه بيشتغل سواق. وعلى فكره البوست اللي انت قراته ناجي كمان انا قراته، كثير الناس تفاعلت معه بطريقه ايجابيه. صحيح. انه ما قالت لا انا كيف بدي افهم معه، افهم عليه كيف انا بدي اروح معه وكيف بدي افهم المكان اللي رايحه. لا يعني الناس في الاول بتستغرب بعدين بتتشجع تدريجيا وبصير عندها الرغبه بانه تتواصل مع هذا السائق وشوي شوي بيشعروا بانهم يعني محتاجين هذا السائق او بصير طلب عليه اكثر من غيره من السائقين. طبعا السن يعني او ذوي الاعاقه السمعيه بتشجعوا اكثر لانهم يعني يتعلموا هذه المهنه. انا ليه تاثرت طول فتره كثير بستخدم سيارات، يعني انا صرت طالع مع ناس عندهم صعوبات نطق. نعم. أنا سنده معاقات حركية سوين، وهي الشاب اللي عنده إعاقة سمعية، هذا الكلام معناته أنه بكرة لما يصيروا الناس والمجتمع يصيروا يشوفوا، هي إحنا دائما مشكلتنا كيف الناس بتشوف، معناته أنه المجتمع يتسع للجميع. بالضبط. يعني إحنا لازم نكون متفاعلين مع بعض بشكل. بالضبط. ودائما الناس مش ضروري الناس تطلع على صفة يعني إيش في عندي. والله العظيم مرات كثيرة بس كلمة السلام عليكم تكسر مليون حاجة. صحيح. من غير ما يقعد يطلع علي من الناس. اقول لك يا هيثم ويا ناجي ويا علا انه المجتمع يتسع للجميع اذا الاهل كسروا حاجز الخوف اللي عندهم. هو بالضبط. احيانا الاهل بخافوا انه بنتهم خصوصا، يعني احيانا الشاب عنده شويه حريه الاهل معطينه، خصوصا البنات انه ما بيقدروا يطلعوا في اي سياره عموميه عن الخط. هي المشكله بالضبط. بس يعني عشان نكون امنين في هذا الموضوع، قد ما الاهل بحبوا اولادهم يطلعوا وينزلوا بكونوا خايفين عليهم. اكيد. مرات احنا والله يا جماعه مرات احنا بنوصل لمرحله احنا بدناش نطلع. فبصف لازم احنا يكون عندنا عن جد القوه هذه انه نوقف الناس. صحيح. ولازم يعني مره ومرتين وثلاثه نضل نرجع. فكره ورده انه يعني اوكي مثلا يعني مش عارف اذا علا بتصير معها التجربه انه لما تطلع من البيت او شيء زي هيك اهاليها شوي بكون يمكن او الاهل بشكل عام حريصين انه بس ديري بالك مش عارف شو انه التنقل في المواصلات. تعرف بدناش نذم في السائقين بشكل عام، بس في بعض النقاط ممكن يصير فيها خلل. في موضوع يا سيدي ابسط شيء الفلوس مثلا، انه مثلا نوصلها للمكان الصح او المكان الخطا، فهمت علي؟ انت عارف في موضوع المكان الغلط انا كثير بحكي مع علا. في مره السواق هي خليها تحكي على السواق لما كانت بدها تروح على مكان ودا على مكان ثاني. معقول؟ كثير بتصير معنا على فكره. صار متذكره؟ فعلا وانا معايا مبلغ محدود هو المبلغ مقابل المكان اللي انا بدي اروح عليه، وانا وضحت بالتحديد اني بدي اروح على صراط المواصلات الموجوده عندي، فجعت انه وصلني للنصر لمنطقه النصر ونزلني بشارع ونزلني. طب علا يعني الجماعة بتقول هذا طبعا فهم علينا انه مش هذا المكان اللي احنا بدنا اياه، وانا وضحت له متاكد ان انا كاتبه صح. فرجعنا قرا بين النصر انه سيارات هو ممكن يكون خطا. راكبه معنا في السياره حاولت تتصلح وتتدخل في الموقف، لكن قال انا ما بتحملش بدها ارجع نفس المكان بدها تدفع مواصلات. دفعت خلاها تدفع مواصلات. بس يعني مش عارف هذا مش دائما بصير، ولكن انه كان الوقت شويه متاخر وبالنسبه لي كان شيء يعني مقلق، لكن ساعدتني احد الاخوات اللي في السياره ووصلتني للمكان اللي انا بدي اياه. يعني هذه تجربه بالنسبه لي، وهذا بصير احيانا سوء فاهم او انه يتعمد السائق في بعض الاحيان بانه ما يوصلنا المكان اللي انا بدي اياه.
على فكره في اشياء صار شهر كان شيء يعني مزعج، ودائما بقول انه لازم يكون عندهم معرفه ولو بسيطه بلغه الاشاره. مره طلعت مع السواق فقاعد بحكي وبكلمني، طب انت لحالك هيك قصير في العيله؟ في لك كمان حدا؟ طب انت كيف بتقضي يومك؟ طب متجوز؟ طب مش متجوز؟ بالاخر انا حطيت سماعاتي، انا يوم اصلا مش عارف ايش كان في بس كنت قرفان حياتي، حطيت سماعاتي وبدي اسمع، لسه ما شغلتش الاغنيه، فش بحكي للي ورا شايفين كيف بده يتنطط علينا؟ لسه بالزمن بتصير. لا انت مش هيك يعني، انت لا بدك تسمع مني ولا بدك مخليني انا عبر. انت مش هيك، بتصير مواقف عن جد يعني، انت مرات انا بتصير معي وخلص بضحك وبقول شو بدي اساوي يعني، بتقول له بس معلش الكرسي قدام عشان انا رجلي او مش عارف ايش، اي انت بدك نقعد ننزل ونركب في الناس، بقول له خلص براحتك عادي مش مشكله، لما تيجي سياره عارف منه منك بسيبه وبنزل بطلعش خلص انا. آه. لما تيجي سياره بقول له يعطيك العافيه. بالضبط. اوقات بطلع في الكرسي اللي وراني بتكون واسعه او شيء، بس بتجيك مثلا اخت او حاجه. أيوة. انه بس انقل، لا بديش احكي على لا 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 احكي بس انقل على الكرسي اللي ورا، او بدناك تيجي مش عارف ايش. بالضبط. او تنزل من الكرسي قدام عشان الاخت تيجي قدام، ف بصير شغلات في الحياه اليوميه كثير متعبة، لكن واحد بتغلب عليها انه يستوعب ويحاول يوصل رسالة. انا دائما بفهم السائقين بصراحة، يعني صرت مخذها زي مبدأ انه لما يكون حد على كرسي استوعبه، لما يكون حد بتشوف رجله مثلا اشي زي هيك استوعبه، حدا عنده عاقة بصرية شفت حدا بده يوصله للتاكسي خليك مرح معاه بزيادة ربع لتر بنزين او كاز وصله لمكانه او اشي زي هيك. وانا بفكر بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه انه تكون في اشارات واضحه، الاشارات هذه عباره عن صور بتبين اماكن اللي ممكن نصلها، لو بعض المدن فيها مثلا بعض الاماكن المهمه زي المستشفى زي مركز الشرطه تكون واضحه لدى السائقين. بالاضافه لانه السائق يتعلم برضه لغه الاشاره في كل محافظه، يتعلم الشوارع الرئيسيه والاماكن الرئيسيه بلغه الاشاره. كثير يعني زي ما حكينا انه في بعض السيارات حطينا فيهن انه مثلا انه سيارات دير البلح مكان العنوان بنحط الاسم بلغه الاشاره بكون موجود في السياره اسامي المحافظات والمدن. مش عارف يعني ان شاء الله هينا بنقدر ناخذ بسكوتة بلكي لنفس اللي اكلناها بالطياره. طيارة ذكرك بأيام زمان. لا هو شوفي البسكوت هذا يمكن بيشبهه صورة محلي هذا. هذا محلي، هذا كدولي. مش عارف على سيرة السفر، سفرت هيثم قبل هيك؟ مرة واحدة. مرة واحدة رحت على كيف جيلة. كان المطارات بصراحة أنا بالنسبة لتجربتي صراحة معاملتهم كتير رائعة. انت مش رايحة على المطار مبعدة، انت بدي من أول الطريق، بدي من المعابر من هنا. خلينا مش هتكون مرفع الوضع يعني. والله اسمعوا أحكيكم قبل ما أحكيكم عن تجربتي في موضوع السفر، في يوم من الأيام هذا عمري ما بنساه بحياتي، في جنيف كنت رايحة أحكي في مجلس حقوق الإنسان عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والانتهاكات الإسرائيلية اللي بتصير على الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة وفي الضفة كمان وعلى الحركة. واحدة من الشغلات اللي عمري ما بنساها، في يوم واحد مشيت على رجلين بعدين ركبت سيارة رحت على مترو الأنفاق، من مترو الأنفاق طلعنا مشينا في قطار، ومن القطار رحنا ودينا على المطار، وفي المطار روحت بطيارة. يعني في يوم واحد أنا جربت كل وسائل النقل والمواصلات. أشهد بالله. إيش شفت موائم في طريقك مثلا؟ طول ما أنا برا وأنا شايف موائمات بحياتي. عن جد؟ والله. في تسهيل وصول. يعني ولا لمرة بتحس إنه أنت في إشي غريب، كرسي جدا مريح، تمام؟ الإيدين حتى الإيدين بالنسبة إلي قريبة. الزرار إذا بدي أعمل يعني بدي أطلب سيارة أو بدي أعمل ترين على ترين، الزرار مش كتير عالية. حتى في اشارات المرور الازرار مش عاليه. وشغله انا كمان اشارات المرور اللي في جزء منها يدوي اللي في جزء منها يدوي صحيح للمشاه صحيح. هلا واحده من الشغلات اللي انا كمان انبسطت عليها في الطياره وفي القطار، لما انا نزلت ايدين الكرسي وعدلت الكرسي مش ثقيل يعني. لا صحيح يعني العامة عندهم ضمور عضلات كويس بيقدروا يستخدموها. عارفين في السيارات عندنا بتقعد بتطلع كل الاثقال اللي بتلعبها برجع كله من اول لاخر للاهتمام من قبل الجهات المعنيه او العامله في فيما يخص.
انا بحكي لك وردة نجي من عند المعابر من عندنا. ليش؟ انا يعني ما بدي اذم، بس مثلا انا لما سافرت قبل فتره كنت في بعثه رياضيه للاشخاص ذوي الاعاقه، معظمنا عندنا بتر، فحتى بنطلع في الباص كان صعب الوضع. يعني يمكن لو كانت سيارات شويه اوطى من الباص تنقلنا من الجانب الفلسطيني للجانب المصري يمكن اكثر. الكراسي في الصاله صراحه كراسي الانتظار شويه كانت متعبه. هلا انا ما كنتش مركز بالتفاصيل اللي انا شفتها وحسيت فيها غير لما انا طلعت برا فرنسا تحديدا. يا عمي بتلاقي سطر كراسي مش عالي، مكتوب موجود اشاره الاشخاص ذوي الاعاقه، بتلاقي حمام اثنين ثلاثه موائمات ومجهزات. زي ما حكيت الباصات اللي بتنقل مثلا من الطائره لعند صاله الانتظار برضو فيها مكان موائم. حتى لما نشوف الناس عندها مثلا عكازات عندها كراسي متحركه بيصير تدخل طارئ في الطياره مباشره انه لا بس معلش نغير. يعني في احد الطيران الداخلي كان موجود في فرنسا المقاعد تغيرت عشاننا. يعني انت معاك التيكت في مقعد استاذنه من المسافرين. اقول لك شغله، من حد حتى فانت في المطار قبل ما تركب الطياره بتكون في اشخاص يعني مجهزين لك كشخص من ذوي الاعاقه المتحركه، ممكن يجيبوا لك كرسي متحرك. وانا عندي اعاقه بصريه صارت معي، يعني انا جابوا لي لا شكرا انا ما بستخدم كرسي متحرك، ممكن بالمرافق اللي معايا انه امشي للطياره. عارف الشيء الحلو في الطياره ايش لقيت؟ يعني شروط الامان والسلامه في داخل الطياره كان مكتوب ببرايل، تخيل. يا سلام. والله كان الطيران يعني خطوط خمس نجوم. هو على فكره اللي بنطبق على الطائره بنطبق على السياره، يعني بنكتب هي مواصلات في وسيله نقل، يعني اللي بخليه يكتب في السيف الطياره في الابراهيم كمان. يعني المتابعه زي ما حكيتوا شيء كثير مهم، والرقابه دائما بتلعب دور كبير، وانا متاكده انه بلغه الاشاره كمان بيستخدموها جوا في الطياره، مع انه يا كابتن تبتري وهذا لازم تم ترجمه اي تعليمات بالطائره. نفسك تسافري يا علا؟ انا سافرتي والله نفسي اسافر. لا ما سافرت. يا ستي ان شاء الله بصح لك سفريه في طياره موهبه بتحكي من الاشاره. نطلع احنا الاربعه مع بعض نشرب قهوه، نطلع ان شاء على فنجان قهوه. يا ركت يا ركت بس نفسي وحابه اسافر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيك مع بعض طرق المعابر. تعرفوا يا جماعه لانه احنا دوله تحت احتلال، والاحتلال يعني مفروض حسب القوانين الدوليه مسؤول عنا. هلا في جزء في يعني لما طلعت كنت اروح على محافظات الضفه، مرات كنت بحس انه صح في موجود اشارات للاشخاص ذوي الاعاقه انه لازم تعدي من هنا او تمر من هنا، لكن في اماكن انت بتوصلها بالاخر بصفه مش موائمه. يعني بتدخل في طريق صغير هذا بنسميها الحلبات، بنعدي بطريق كثير صغير، وطبعا الناس كله بدها تصير بدها تعدي، كله بصير بزق في بعضه وكله بعد، وانت اصلا مش قادر تمشي. ولا لمره بكون محسوب حساب انه مش ضروري الشاب اللي عنده اعاقه يكون على كرسي متحرك. في كثير اعاقات ثانيه بتستخدمش كراسي متحركه. وعاد وين لما توصل لواحد يقتنع بهذا الكلام عشان يقدر يسهل لك الممر اللي انت بدك تعرف انت فيه. حكيت عن المحافظات الجنوبيه هيثم او عن محافظات الضفه، عفوا الشماليه الضفه بشكل عام. الفتره الاخيره مش عارف اذا شفت في الانترنت انه صار في محافظه او ثنتين انه المكاتب صارت تشتري اللي هو السياره الكبيره هاي الواسعه شويه وتوائمها للاشخاص ذوي الاعاقه، تكون السياره موجوده في المكتب. الو هذا مكتب بعد مبادره الخليل بتوقع. الو مكتب بعت لي سياره انه بدي انا عندي كرسي متحرك او عندي اعاقه. حتى بكون السائق مجهز شوي باساسيات لغه الاشاره بادبيات التعامل. ليش تبعدها وتقربها يا ناجي؟ يعني انا مره كنت في مشروع، مدير المشروع طلب سياره من مكتب تاكسيات، قال له بدي سياره واسعه لشخص عنده اعاقه حركيه. يعني في تاكسيات عندنا هون في غزه موائمه وبتهيئ مهيئه لذوي الاعاقه. يعني انا بدي اقول انه شخص ذوي اعاقه او بدون اعاقه من حقه انه يتنقل في السيارات في الطيران في السفر، لانه هو جزء من هذا المجتمع. بالضبط، هي يعني بنتمنى احنا نوصل لثقافه انه زي ما حكينا في الاول المجتمع يتسع للجميع، ونعزز الادبيات والوعي في انه هاي القضيه مش مثلا انسانيه او ايش، لا هي قضيه حقوقيه زي ما حكيت يا ورده، الحق في الحريه التنقل والسفر زي ما كفلتها كل المعاهدات الدوليه حقوق الانسان قبل حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. وضل مواطن.
بالضبط مواطنين يعني. لا ممكن يكون اصلا تعبان، ست كبيره، رجال كبير ومحتاج. صح صح يعني الشغله هذه ما لهاش علاقه باعاقه ولا لا، لها علاقه كيف بنفكر بغيرنا.